من جديد من اجل البحث من عصام وايضا محمد علي مرور والتعدي. طبعا اذا تحدثنا عن محمد علي فنقول هو هداف فريق سموحه لمواليد 2001 لبدايه التحضير الى يوسف صديق من جديد. هنا كوره يوسف صديق ممكن يعلق واحده، يا ولد على الكوره يا ولد على اللمسه. يوسف حمدي المدير الفني لفريق سموحه لمواليد 2001 مع يوسف سامي على طول يا ولد بالبينيه، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد شوف المقاتل، شوف المقاتل يوسف صديق ازاي مر وازاي عمل التاتلينج. ممكن الاول من جديد يوسف صديق اللاعب الذي يبحث عن الثغرات. يوسف صديق كره واحده ولكن كره القدم سماره سماره يا ولد بيعلى واحده والاروع سماره كره، ولكن شوف المقاتل يوسف صديق طويل. ايوه النهارده اداء مميز بعد التحيه. حبيبي يا كابتن اهلا بيك. شفنا النهارده اداء مميز منك طوال 90 دقيقه، قتال محاربه على الخطوط، جناح طائر مميز هنا في الظهر الايمن لفريق سموحه. حبيبي ده بفضل الله الحمد لله، وان احنا تعبنا طول فتره الاعداد وان كنا بنحاول نكسب الماتش ده عشان احنا كنا هنتعادل مع الاهلي الماتش اللي فات. تحب تقول ايه للكابتن يوسف حمدي؟ لا كابتن يوسف تعب معانا طول فتره الاعداد واتمرنا الاسبوع ده كويس قوي، وان احنا هدفنا ان احنا نكسب النهارده ونص اللعيبه طبعا عايز تطلع فريق اول، فبنحاول ان كابتن حسام حسن يشوفنا وكلنا بنجتهد وبنتعب في الملعب بس، والحمد لله النهارده ربنا كرمنا بالمكسب.